تم تاريخ 20/5 افتتاح مستشفى الثقلين في محافظة البصرة من قبل العتبة الحسينية. تم افتتاحها من قبل سماحة الشيخ متولي الشرعي للعتبة الحسينية سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، حيث تعتبر مستشفى الثقلين هي جزء من مؤسسة وارث الدولية في متمثلة بمستشفى وارث في محافظة كربلاء، حيث أن هذه المستشفى تقدم جميع الخدمات للمرضى السرطان. أعلن سماحة الشيخ أن هذه الخدمات ستقدم مجانية لجميع المرضى حالياً لمدة سنة. أشكر الله وحمده وأشكر السيد السيستاني وبعده مهدي الكربلائي لكل من سعوا لهذا المشروع، مشروع الخير، مشروع الإيمان، مشروع رضاء الله. جاب البصري من هاي الأمراض عانى ما عانى، انصاب ما صاب، وأكثر المحافظات هو، وهذا المشروع مشروع خير. وأنا كنت أراجع في وارث أكثر من 3 أشهر وقالوا نبشركم إن شاء الله أكو مشروع الثقلين بعد وارث راح يوصح في كربلاء بالبصرة. أول سنة مثل ما قال السيد الشيخ عبد المهدي الكربلائي مجانياً بلاش. إحنا لحد الآن استلمنا وصل مكتوب عليه مجانياً تدفع العتبة المقدسة. كان احنا بدايه الامر راجع في مستشفى وارث وعانينا ما عانينا من هذه من بعد المسافات وبعد الطريق والاجار والسيارات. الان هذه مستشفى الثقلين خدمه مجانيه لاهل البصره وكافه اهل البصره بها.